لنبلغه تضمر المحاميات والمحامين المغاربة من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تضمن تراجعات خطيرة جدا. اليوم كما قلت جاءت هذه الندوة كمحطة أولى بعد ما عيناه من سرعة في إخراج مشروع قانون المسطرة المدنية بعدما سجلنا عليه العديد من التراجعات والعديد من النقائص التي كنا قد قدمنا بشأنه بمقترحات ومذكرات لم يستجابوا لها ولم يجابوا عنها. ما على كل حال وفتحنا قنوات للحوار وهذه المناظرة جاءت بعد سلسلة من اللقاءات مع جميع الفرقاء ومع جميع الشركاء، مع وزارة العدل، المؤسسة التشريعية، الفرق البرلمانية، شرحنا وقدمنا حوارات وما أشركنا أكاديميين ومهنيين، ولكن مع كل أسف لأن لما نعاين السرعة التي يسير بها هذا المشروع أنه يعني هذا المشروع غادي يخرج يعني بواحد الكيفية، ولذلك أمام ما ينتابه من نقائص ومخالفة لدستور المملكة والمبادئ الكبرى، المبادئ وراسية ما رسائل وخطب جلالة الملك التي تؤسس لمفهوم جديد للعدالة وهي خدمة جعل العدالة أو القضاء في خدمة المواطن، لا يمكن أن نقبل اليوم بتقزيم دور المحاماة في المحاكمات، لا يمكن أن نقبل بجعل المواطن يلج العدالة دون غير متبصر غير عارف وغير عالم بالمقتضيات التشريعية المعقدة أحيانا والمتنوعة المتعددة، لا يمكن أن نقبل بحرمانه من حقه في الطعن بالاستئناف، لا يمكن أن نقبل أنه لا يمكن له الطعن بالنقد في إطار تسقيف مبالغ معينة التي كان يجب على الأقل أن تكون بواحد المعيار، معيار يعني معتدل، معيار معتدل أنه في إطار الأوراق الكبرى للمملكة. فأعتقد أن هذا المشروع سيجهز على العديد من التوجهات خاصة ما الجانب الاقتصاد وجانب الاستثمار، لأن المقاولات كما قلت المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطة وحتى الصغرى جدا اللي هي جت في الهدف الثامن من ميثاق الاستثمار، هذه المقاولات الوضعية المادية لا يلا كتبنا، وبالتالي أنه ما يمكنش هذه المقاولات تسقف لها القيمة المالية بالنسبة حينما تلجأ إلى العدالة، وبالتالي أنه سيكون هناك ضرر أكيد مما يتعلق بهذه المقاولات. ثم نتكلم دائما على مبدأ المساواة وقدمنا بدائل، كنقولوا مبدأ المساواة أمام القضاء حينما يصدر الحكم القضائي عن محكمة قرار محكمة الاستئناف، إذا طعنت فيه الإدارة أو الدولة فلا يمكنك تنفيذ، ولكن إذا طعن المواطن مع ذلك تنفيذه، لأن النقض لا يوقف التنفيذ بالنسبة للأشخاص العاديين. إحنا كنقولوا لا ما يمكنش، لأن الدستور كينص على أن المواطنين جميعا سواسية أمام القانون، سواء كانوا أشخاص اعتباريين أو أشخاص عاديين. وقدمنا مقترح بديل، كنقولوا دوك الناس يقدموا واحد المبلغ مالي اللي محكوم عليه يوضعوا في صندوق المحكمة وما يتنفذش عليه، ونجعلوا النقض يوقف التنفيذ إلى حين صدور قرار محكمة النقض. ولكن مع ذلك كل هذه الاقتراحات لم يتم الاستجابة إليها. ثم أيضا قضية ديال الوكيل، احنا ما سمعت قضية ديال الاحتكار، احنا ما ماشي قضية احتكار، أنا أقول دائما هي مسألة ديال مهام ديال المحامي، مجال عمل المحامي هو مجال يجب أن تحصنه الدولة، هذا العمل يجب أن تحصنه الدولة لأنهما أبناء وطن، هما مغاربة، هما قطاع فاعل، هما مكون أساسي من مكونات العدالة، ولذلك فإن المساهمة الدفاع في تجويد
المنتوج القضائي، في تسهيل الولوج إلى القضاء، في ضمان الولوج المستمر إلى القضاء، لابد أن يكون محاميا يؤدي دوره. شكرا لك. حاتم بكار، محامي بهيئة القنيطرة، عضو مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب. المناسبة اليوم مناسبة ماشي سهلة نهائيا، ماشي سهلة لنا كمحاميات ومحامين، وماشي سهلة على المواطنات والمواطنين المغاربة، وماشي سهلة على الوطن. حنا الوقفة اللي كنوقفوا اليوم كيف ما سبقت قلت في واحد التصريح، حنا اليوم كنوقفوا للتاريخ في مواجهة من يريدون إخراجنا من جغرافية العدالة، لا للمهنة ولا للمتقاضين. لما كنشوفوا أن تشريع معين يخالف الدستور، يخالف المكتسبات والضمانات والحقوق الأساسية اللي كاينة في الدستور، وكيخالف الحقوق والحريات ديال المواطنين في أبسط تجلياتها، ونسكتوا غنكونوا حنا خنا الوطن في هذه الحالة هذه. بالعكس، حنا كندافعوا على مواقفنا، والحمد لله أننا عندنا الشجاعة والجرأة أننا نعبروا على أفكارنا وقناعاتنا، وما كنسينا حتى واحد يكتب لنا مقال مع السبعة الصباح ويجيبوا محيط كأنه كيكتب حكم، حنا داكشي تنفهموه، والرسالة راه غادي توصل معني بالأمر كل ما هنالك. ولا بغى حتى التفصيل السيد وزير العدل، حنا موجودين للتفصيل. لما يدعي السيد وزير العدل في مقال يدعي انه صاحبه، وهذا تا هو ادعاء كيف ما قال هو ادعاءات، حنا كنقول له انا كنعرف الاسلوب ديال الكتابه ديالو، وذلك ادعاء ماشي انت اللي كاتبه. ملي كتقول فيها السيد وزير العدل ان تنفيذ الدوله ممكن يتوقف بحاله بحال اي مقتضى اخر عنده علاقه بايقاف التنفيذ ديال الاحوال الشخصيه او قضايا العقاره، ولا كنقول لك لا سيد الوزير، مادام تحملتي مسؤوليه داك المقال نسبتيه لنفسك خصك تعاود تقرا سيد الوزير، لانه هذيك الاحكام كيتوقف التنفيذ ديالها الى حين صيرورتها نهائيا بعد محكمه النقد كتبت، ويصبح الحكم حائز لقوه الشيء المقدمي في مواجهه القانون، وفي بعض الحالات في مواجهه الاطراف والقانون. اما داكشي اللي كتكلم عليه انت، هو عندنا حكم نهائي. اي واحد فيكم عنده شركه وتعاقد مع الدوله باش يخدم شي حاجه في طرافو بوبليك، ولا دار اون بريستاسيون كيف ما بغات كل الدوله، او مستثمر اجنبي وبغى ينفذ على الدوله بحكم نهائي، ما بقاش فيه نقاش، مركز قانوني ثابت، الله لا ينفذو. وسير عند لي فورنيسور ديالك قول لهم سمحوا لي راه الدوله ما خلصتنيش، وشوف ديك الساعه الشيكات واش كيتسير، وشوف القضايا ديال عباد الله اللي كيمشيو للحبس حيت ما كيتخلصوش، عباد الله اللي كيطالهم الحجوزات حيت ما تيتخلصوش. هذا هو الواقع الحقيقي السيد وزير العدل، ما تهربش منه. ثم ملي كتقول السيد وزير العدل 40000 درهم هبطنا 30000 درهم، واش التقاضي على درجتين بالطريقه باش نتوما سقتوه في المسطره؟ واش هذا التقاضي على درجتين ملي رئيس المحكمه اللي عنده الامور الولائيه اولا الاستعجالي اولا بعض القضايا المعينه كتزيد نتايا كدرجه من درجات التقاضي تحت مسمى الإلغاء، ماشي حتى طعن، طعن بالإلغاء ما هوش استئناف. وعلاش القاضي يحكم عليك ويقول لك خاصك تخلص وما يعللش الحكم ديالو؟ ما يعللوش، وما عندكش الحق تطلب الإلغاء لعدم التعليل، عندك أسباب محددة هي دي اللي غادي تلغي فيها، وغيرها 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 وغيرها. وهاد 30000 و40000 شكون اللي كيمشي للمحكمة على قبلها؟ شكون اللي كيتقاضى على قبلها؟ الشركات الصغيرة جدا، الشركات الصغيرة والمتوسطة. إوا هذا هو مناخ الاستثمار الذي ينادي بتعزيزه وتقويته جلالة الملك في الميثاق ديال الاستثمار في 2022. لابد من تعزيز مناخ الاستثمار. بغيتي تقتلهم تصيفطهم للمحكمة ابتدائي انتهائي لا محامي لا جوج، سير قول له الدبز. وشكون هما الشركات اللي كيدعوا على قبل 20000 و30000 درهم؟ شكون هما؟ المغاربة خصهم يسولوا راسهم ملي كيمشيو للمحكمة على 20 و30000 درهم، شكون كيدعي؟ شكون الشركات اللي كتدعي المواطن على هذا الشيء؟ هادو هما الأسئلة اللي خصها تطرح، هادشي اللي خصو يجاوب عليه السيد الوزير، هو هادشي. وهاد الحكومة النيوليبرالية اللي بغات تعتبر المحاكم مقاولات وشركات، ملزمة بأنها تعطي إحصاء في آخر السنة. المواطن اليوم بالنسبة لنا حنا المحاميات والمحاميين قضية، لما تيدخل المحكمة تنتعاملوا مع قضية. عندك السيد وزير العدل تغلط وتعتبره ملف، تعتبره مجرد رقم، مجرد إحصاء. هذه هي الرسالة اللي بغينا نوصلوا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.